من الحاجات العجيبة جدا يقول لك الأهلي مش الشعبية الأولى في الخليج. ليه يا عم؟ ليه مش الشعبية الأولى؟ هو كده. طب لما نروح نلعب سوبر بيني وبينك تبقى مدرجاتي مقفولة ونص مدرجاتك إحنا ومش الشعبية الأولى. لما بتوع الخليج نفسهم هم على رأسنا من فوق يجوا يعملوا تكريم أو اعتزال لحد يبقى سعر بتاع الأهلي أو قناة الأهلي أو آسف النادي الأهلي عشان يجي يحيي التكريم ده ويعمل له روح وإصرار أو وشكل ولون يبقى سعرك 400-500 ألف دولار وسعر غيرك 40-50 ألف دولار. لو احنا مش الشعبية الأولى في الخليج ليه في 27 نادي باسم الأهلي؟ أهلي جدة وأهلي دبي والأهلي اليمني والأهلي السعودي والأهلي السعودي اللي هو أهلي جدة وأهلي بني غازي وأهلي طرابلس. كل البلاد العربية اللي موجودة في الخليج كلها أهلي. 27 أهلي 27 أهلي موجودين في نطاق الخليج كله ويقولك احنا مش الشعبية الأولى. مش احنا الشعبية الأولى. مفيش نادي تاني في مصر موجود في الخليج باسمه مجرد. مفيش. في حين ان انت عندك 27 نادي باسم الأهلي وكلهم تم إنشاؤهم بعد الأهلي وكلهم حبا في الأهلي. ولما تيجي على أرض الواقع زي ما قلت لك نروح نلعب بطولة زي السوبر مثلا في الإمارات ولا حاجة يبقى مدرجاتي كلها مليانة ونص المدرجات المنافس موجودة أهلي وإحنا مش الشعبية الأولى. لما تيجي تعمل تكريم أو حد هم من عندهم من الخليج يعمل تكريم يبقى الأهلي رقم واحد ب 300 ب 400 ب 500 ألف دولار وغيرك ب 30 و40 و50 ألف دولار وإحنا مش الشعبية الأولى. تلاقي ناس بتتنرفز جدا بتتعصب. نادي عمل حاجات كتير قوي. عمل حاجات محلية، عمل حاجات قارية، عمل حاجات على المستوى الدولي. ومع ذلك برضو تشكيك دايما. يا جماعة هي مش منا على حد. احنا بنسر التاريخ. وبعدين الناس تقول لك لا ما تتكلمش بالشكل ده. طب نقول ايه؟ يعني نقول ايه؟ نقول لا احنا ما خدناش مثلا 9 سنين ورا بعض دوري. نقول ما خدناش 8 سنين ورا بعض دوري. نقول ما خدناش 7 سنين دوري. نقول ما خدناش 4 سنين ورا بعض دوري. نقول ايه؟ يعني نكذب عشان نرضيك؟ ناخد من تاريخنا عشان نرضيك؟ عشان انت تبقى مبسوط؟ يعني نقول ايه؟ نقول بطولاتنا وانجازاتنا وحياتنا كلها لا عادي نبدا من جديد نمحي اللي فات وكانه لم يكن. اللي فات نقول ايه؟ يعني طب نقول ايه بس؟ الارقام اللي قدامكم دي نوديها فين؟ ما عندناش مشكله في النقد على فكره وما بنزعلش منه خالص. ما بنزعلش من النقد خالص بالعكس. وما بنتعصبش من النقد ولا بنطلع مثلا حد معين نقعد نتكلم عليه بشكل لا قدر الله فيه اساءه ولا حاجه. لكن احنا بنسرد تاريخنا بنقول انجازاتنا الفرحه